10% وفي 20% وفي ناس تتدخل ساعه هذا وساعه هذا. فهذا بتريد تسوي اي دراسه راح صعب تحصل من عندي داتا يسموها داتا بيس، يعني تريد تسوي لك شغلات تجمع بالمعلومات وكذا. تيجي على الشغله الثانيه مثلا المناشئ مالته متعدده، مثلا جزء العطر الفلاني فلان شو اسمه فلان نكهه ما يسوي مثلا اشكال قد النكهه الاخرى، حتى انواع الكولات اللي يستخدموها هم يعني مختلفه، هاي هم يعني كلها فيها شويه صعوبه زين